السلام عليكم طلاب. هذا دا يعني أعطيكم فد فيلم عن شلون تسوي فايل مع البي دي اف. فأنت طبعا إذا طبعا هذا أني الشغل مالته هو على اللابتوب، وطبعا باللابتوب أنت منزل أكيد منزل ملف البي دي اف، وطبعا كذلك منزل الوورد. فالوورد هسه حاليا يعني برنامج الوورد له القابلية على أنه يحول ملفك من الوورد إلى البي دي اف، يعني هذا الفيرجنات الأخيرة، وحتى مو يعني كلش الأخيرة، حتى القديمات هم لها القابلية. فأنت اللي تسوي شنو، أنه أنت لما تحل بالورقة راح تحل بورقة ورقتين ثلاثة، تكمل الحل مالتك، كل ورقة تأخذ لها فت صورة واضحة، صورة مرتبة واضحة، وتنزل هاي الصور كل واحدة تسميها رقم، يعني رقم 1 2 3 هذا الحل مالتك. تنزل هاي الصور طبعا بالبداية شنو تسوي لك فد فولدر من هذا الأصفر، الفولدر تسميه جواب مثلا، كيفك شو تسمي سميه، وتخلي بي 1 2 3 الأجوبة مالتك، وتسوي لك فد فايل وورد تكتب تسميه كيفك، شو ما تسميه حل واجب مثلا. شو تسوي، تاخذ دول الثلاثة تسوي لك كوبي، تفتح هذا، شو تسوي له بيست، يجي بعد ال يعني هذه طبعا صور هيك افتراضية يعني جايب لكم اياها، يعني انت طبعا الصور مالتك هو الحل مالتك، فهاي الصورة الأولى والثانية والثالثة راح تصير. ف راح طبعا تسيبه هنا، وبعدين شو تقول له، تقول له فايل، وبعدين تقول له سيف اس، وتنزله بالفايل كيفك وين تنزله، بس هو مبين هنا هذا الفولدر مالتنا جواب، تدوس عليه هنا تجي شو تسوي له، تدوس هذا هنا، تدوس هذا وتنزل جوا، تدق وين، شوف تنزل جوا وين، تدق على بي دي اف، تدق على بي دي اف، تقول له سيف. سيف سوى، حول الفايل الى وين، الى بي دي اف. شوف صار عندنا فايل بي دي اف، وخزناه وين، بفولدر الواجب اللي هو هذا، شوف نزل هنا، شوف صار فولدر. فالثلاث صور اللي هي كل ورقة سويتها صورة خليناها بملف واحد، سويناه بي دي اف ودزيناه الى شو اسمه، يعني سوينا فايل واحد وخزناه. هذا بالنسبة انه الواجب مالتك شلون تسوي فايل بي دي اف، هاي اولا. ثانيا تجي هنا مثلا اذا انت طبعا فاتح الموقع مالتك او الحساب مالتك بالكلاس، فاتحه باللابتوب، تجي هنا هذا هو الهوم، هذا هو الكالندر. شوف الكالندر ايش ينطيك، ينطيك تاريخ 10 بالشهر الواجب الأول لمادة مقاومة المواد، لازم تسلمها شو وقت، 10 بالشهر. زين تجي بعدين وين، هذا الانرولد، تجي على الانرولد، تدوس على الانرولد، شوف يروح، تدوس عليه يتفعل ينفتح، تجي هنا هذا إذا تدوس شي ينطيك، شوف هنا ينطيك معلومات، شوف يقول this week عندك واجب واحد، no due date يعني بعد ما عندك فد شيء للمستقبل، انه انا ما منزل لك واجب المستقبل، فصفر، لان يعني الواجب هسه راح تحول صار اليوم يوم الخميس. this week عندك واحد، والواجب اللي هو هذا اللي انت مطالب به
شوف شو وقت حتى الساعة هم كاتب لك إياها، يعني الساعة today 11:59 PM، يعني أنت لك مجال اليوم الخميس لحد نص، يعني لحد الساعة 12 تقريبا بالليل أنت لك مجال تقدم الواجب. وراها بعد يقفل، يعني هو مو يعني ما مسوي يقفل، يعني أنت تقدر تدزه ولا 12، بس دزه متأخر بصفة متأخر، فالمتأخر يكون حسابه غير شكل. شوف next week ماكو شيء، later ماكو شيء، يعني ماكو فد شيء بالمستقبل اني يعني خالك واجب. فشوف هذا فد شيء مهم، هذا يعطيك معلومات. نعم زين، تجي هنا على هذا دوس هذا الثاني، يعني احنا كنا هنا to do، بعدين هذا هو حسابك. تجينا وين؟ شوف هذا ستريم هنا كلاس وورك، هذا الوسطاني تدوس عليه كلاس وورك. تجي هنا عندك شنو؟ هذا ديو توداي. شوف ديو توداي يعني الاستحقاق اليوم، هذا واجب عندك، الواجب هنا واجب. طبعا هذا ستريس ان ممبرز، هذا ننزل لك يعني فايل وهذا تنزله يمك طبعا انت بتقراه، وهذا لكن هنا فوق شنو؟ هذا واجب، تدوس عليه شوف يروح، اذا تدوس عليه يفتح، اذا تدوس مره لو يروح، تدوس عليه يفتح. وين تروح؟ تروح على فيو انستركشنز، دوس على فيو انستركشنز، شوف ايش طلع لك هنا. طلع لك هذا نسخه من الواجب اللي هو انا داز لك اياه. زين، وهنا شنو اد اور كرييت؟ هذا كرييت عوفك منه بس اد، فتدوس على اد. ليش؟ على مود تضيف فايل الإجابة. فأنت طبعا يعني هسه أول شيء خلينا نقول add، دق على هذا add، شوف فايل، شوف add بعدين فايل، دوس على الفايل، شوف براوز، شوف سوي له براوز فيفتح لك الكمبيوتر. فهو وين؟ وأول ما فتح هسه بالديسكتوب، طبعا أنت يجوز ضامه بغير مكان ما أعرف، يعني انت شوف حسب الكمبيوتر مالتك انت وين تضمه، تروح على ذاك الفولدر او ذاك المكان. هسه هنا فتح الديسكتوب، احنا خالين شنو الفولدر مالتنا هنا جواب. زين، تدق على الفولدر يفتح لك هذا، انت شو تسوي له؟ تروح تأشر على هذا حل الواجب، الفايل اللي سويته اللي هو فايل البي دي اف، تقول له اوبن. لما تقول له اوبن هذا راح يحمله، جاب لك اياه هنا. زين، جاب لك اياه هنا. زين، لما جاب لك اياه هنا ايش صار بعد؟ هو حملته، تجي هنا تقول له تيرنن، تيرنن يعني راح تدزه بعد. زين، طبعا انت اذا دزيته شوف تيرنن راح تجي هنا، شوف راح يدز لك، يدز لك حل الواجب، حل واجب، وراح يدز لك هذا اللي هو اللي هو الفايل اللي انا دزيت لك اياه الاسئله. فهذا ماكو داعي تدزه، فانت تقدر هنا شوف هسه كانسل. انت الحل الواجب احنا يعني نريد الحل الواجب، فهذا ممكن تلغيه، يعني ماكو داعي تدزه مره لوخ، فالغي. شوف ميك كوبي تقدر ترجعه، شوف هذا نفس النسخة اللي عاد دزيت لك النسية، تقدر ترجعها مرة لوخ، تقدر تلغيه وتقدر مرة لوخ ترجعه. شوف رجع، شوف هسه هذا ياهو، هذا هو هذا هو الحل الواجب، هذا الواجب الأول، حل خليه، هذا الغي بقى حل الواجب. تقول له تيرنن يطلع لك هنا أهم تأكيد، يعني حل الواجب هذا بس ملف واحد راح يدز البي دي اف، تقول له تيرنن. شوف هذا هسه ندز الواجب، دزيته بعد هذا وين راح يوصل؟ يوصل يمي. تقدر شوف لك القابليه، انت دزيت الواجب جزء انت ما تريد هذا الواجب، يعني بيفد اشكال بيفد غلطه تذكرت، شو تقول له؟ تقدر تقول له ان سبمت. شوف ان سبمت يجي يقول لك صدق انت تريد ان سبمت؟ قول له اي ان سبمت، فراح يرجع. شوف حل الواجب راح يرجع هنا، وتقدر ترجع يعني تلغي هو وصل لي، بس انت لما سويت الان سبمت بعدين لغى يمي بعد ماكو.
فتقول له فرجع الفايل لنا، فأنت تقدر تلغي، تلغي الفايل وتروح تصلح الغلطة مالتك، شوف شنو أنت بعدين ذكرت عندك غلطة تصلحها تسويها، ترجع مرة لغ تقول له add or create add file file، بعدين نفس الشيء براوز، شوف براوز، وطبعا هو سنطلع الفايل. طبعا هو من المحتمل هو شوف وين صاير، بجوز بالديسكتوب، بالدوكيومنت الضامة، بالداونلود الضامة، شوف وين ضامة، في أي مكان ذس هنا تروح تدور شوف وين أنت، يعني حسب كيفك. فإحنا سوين إحنا بالديسكتوب وجواب، وهنا أنا حل الواجب وهم تحمل يعني شرح عرضت لك يا مرة أخرى على مود تأكد شو اسمه، ورا ما تحل تصلح الغلطة أو شوف شنو تقول له تيرنن، ومرة لوخ تيرنن ويدز زين اندز الواجب هنا. نشوف هذا private comments، يعني هذا تقدر تنطي تعليق مثلا add private comments، تكتب والدز مثلا السلام عليكم، الدز مثلا يعني شنو هذا مثلا وصلي، هذا مثلا اندز، هذا انت الطالب هنا دزيته وصلي، فاني راح اجاوب اقول كذا كذا مثلا اذا عندك سؤال مثلا او فد شيء. اعتقد هذا فد شرح كافي ووافي يعني لكم، وشكرا جزيلا.